احنا يعني هنروح دلوقتي عشان طبعا في الان وضع اللمسات الاخيره لاستقبال مؤتمر المناخ، فتعالوا دلوقتي نروح شرم الشيخ ونتابع اخر الاستعدادات اللي بتتم لاستضافه مؤتمر المناخ من زميلنا احمد الحسيني مراسل صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير يا بسان، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير لضيفتكم الكريمة، صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر. بالفعل أيام قليلة جدا، احنا بنتكلم في حوالي أسبوع والحد بعد القادم هتنطلق القمة الدولية قمة المناخ COP27 هنا في مدينة شرم الشيخ. الاستعدادات هنا في المدينة تمام على هبة الاستعداد المدينة لاستقبال هذا الحدث الدولي الفريد. أنا دلوقتي موجود في واحد من الأماكن اللي تم تطويرها وإنشاءها في الفترة الأخيرة لاستقبال وفود المؤتمر، وهو الممشى السياحي المقام على 6 كيلو متر، وفي عدد من المسارات، في مسار خاص أيضا بالدراجات الهوائية، وهو ممشى رائع يعني إذا تجول عليه سواء في النهار أو في الليل أو في أي توقيت من اليوم هو شيء ممتع جدا، وبالتالي هيكون أيضا للزوار المؤتمر شيء ممتع، وطبعا معمول كمقصد سياحي وترفيهي لزوار المؤتمر. خلينا نتكلم كمان إن امبارح محافظ جنوب سيناء افتتح القرية البدوية واللي موجودة في المنطقة الخضراء. طبعا احنا عارفين ان فعاليات المؤتمر هتقام في منطقتين، المنطقة الزرقاء وهي قاعة المؤتمرات هنا في مدينة شرم الشيخ، وبجوارها او امامها الناحية الثانية المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء دي بتشتمل على عدة مناطق وعدة اماكن، من بينها حديقة السلام البيئية المقامة على 33 فدان وعدد من المتاحف البيئية، بالاضافة كمان للقرية البدوية اللي تم افتتاحها امبارح وتم الاعلان عن جاهزيتها تماما لاستقبال زوار المؤتمر وضيوف مصر الكرام خلال فعاليات قمة المناخ 27. والقمة البدوية دي افتتحها امبارح محافظ جنوب سيناء، كل ده موجود في المنطقة الخضراء اللي استعدت هي أيضا لاستقبال هذه القمة. المنطقة الخضراء بالمناسبة هيتم فيها عرض جهود مصر للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات الكربونية. احنا بنتكلم عن انبعاثات كربونية خطيرة تسببت فيها العديد من الدول الصناعية. إذا كلمنا هنا كمان عن مدينة شرم الشيخ هنجد أن المحافظة قامت بعمل عدد من المشاريع الصديقة للبيئة، بنتكلم عن أكثر من 27 مشروع صديق للبيئة للتنمية والاستثمار في الطاقة المتجددة، الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر. هنتكلم عن محطة الطاقة الشمسية في نبق واللي بيتم عملها بقوة 20 ميجا وات، وهي أيضا بتغذي عدد كبير من الفنادق. احنا في مؤتمر قمة المناخ هنا محتاجين حوالي 45,000 غرفة لاستقبال ضيوف مصر، لكن هنا في شرم الشيخ في أكثر من 64,000 غرفة فندقية مستعدة لاستقبال ضيوف المؤتمر في حوالي 125 فندق هنا في مدينة شرم الشيخ. كمان من بين الفنادق دي اللي بيزيد عددها عن 125 فندق في 90 فندق تم اعتماده بيئيا بالعلامة الخضراء ان هو صديق للبيئة، بمعنى ان هو بيستخدم طاقة نظيفة وايضا بيتابع منظومة تدوير المخلفات. هنا في 90 فندق صديق للبيئة ومعتمد بالعلامة الخضراء هنا في مدينة شرم الشيخ، وبالتالي هنجد ان الاستعدادات هنا في المدينة تمام جدا ومستعدة لاستقبال هذه القمة الدولية. اليكم زملائي في الاستوديو مرة ثانية وصباح الخير. شكرا ليك يا احمد. احمد الحسيني مراسل صباح الخير يا مصر، حدثنا عن طبعا الاستعدادات التي تقوم بها مدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ.